شايفين قص الحمام اللحم ده اللي هو كان اول مره النتايه تبيض، النتايه اللي باضت البيضه اللي بصفرين اللي عملت لكم الفيديو بتاعها. شوف البيضه اللي بصفر واحد والبيضه اللي بصفرين، شوف الفرق في الحجم. دي البيضه اللي بصفرين اللي النتايه اول شغلها باضت البيضه دي. وانا قلت لكم هنشوف يوم ما فرستها وكان باين فيها الكتكوتين او الزغلولين كانوا ظاهرين، كانت عمر تقريبا 5 ايام الى اسبوع حاجه زي كده. وانا قلت ان هما البطين الكتكوتين او الزغلولين مش هينفعهم، هيموتهم جوه البيضه. وبالفعل ده اللي حصل. البيضه كانت متباضه يوم 31 واحنا النهارده 18، يعني المفروض ان هي كانت تفقس النهارده تمام، لكن هي طبعا ما فقستش. وانا المفروض كنت شفتها قبل كده لان هي بتبان ان هي باظت من قبل كده، لكن هي هنشوف نعرف ازاي. هي البيضة ازرقت لونها باين، لو شفنا كده ايوه شوف المزرقة ازاي، البيضة مزرقة. طيب احنا هنشوف ايه اللي حصل بعد كده، وتعالى نشوف الحمامتين او القص بتاعنا. النتاية دي يا جماعة اللي كان منصوب عليا، وكانت جالي رجلها مكسورة. ايوه كانت جالي رجلها مكسورة. واسيب لك الفيديو بتاع اللي هو اتنصب عليا في الحمام اللحم، هسيبه لك في اول تعليق وفي رابط، وفي الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو، اللي هي النتاية اللي هي دي. النتاية باضت تاني اهو الحمد لله. هي باضت البيضة دي يوم 17، البيضة الاولانية اللي هي بصفرين كانت يوم 31/1، لكن احنا 17/2 باضت البيضة دي. وعليها بيضة ان شاء الله تبيضها بكرة، بيضة عادية، باضت بيضة عادية خالص، لكن انا حاطلها البيضة البلاستيك دي. طبعا حطيت البيضة البلاستيك على ما تبيض البيضة التانية، طبعا مش مكانهم ده، انا هرجعهم لمكانهم تاني عشان محدش يقول ان انا بقول كلام غير صادق. هوريك البيضة بتاعتهم وانا بعرف ازاي وبتابع ازاي الموضوع ده. طبعا زي ما قلت لكم ان هي اول مرة تشتغل، ده اول شغلها، فانا مسميها اهو لاحم رقم 3، بيضة الاولى 31/1 سنة 21. طبعا بيضة كبيرة، بيضة واحدة بصفرين، ده اللي انا كاتبه اهو. بيضة التانية مفيش مكتوب اهو بدون، تمام. يبقى بيضة التانية مفيش، هي بيضة بيضة الاولى بس بصفر واحد، لكن الحمد لله هي المرة دي باضت بيضة عادية، بيضة صغيرة طبيعية. هشوف نوريكم البيضة ووريكم انا عملت ايه. طبعا البيضة البلاستيك تحتها. ليه بقى انا بشيل البيضة؟ شوف انا بشيل البيضة واحط بيضة بلاستيك، بشيل البيضة احطها في قطن كده اهو. البيضة بتاعتها دي البيضة الحقيقية اهو، لاحم 3 يوم 17/1، يبقى المفروض 17 و19. طب ليه انا بشيل البيضة الاولى بحطها؟ طبعا الناس الغوال قدام عارفين الكلام ده، لكن اللي مش الناس المبتدئين مش عارفين الحكاية دي. بحط بيضة بلاستيك، وبعدين لما البيضة التانية تتباض اللي هو مثلا هيبقى يوم 19، لان في يوم التاني ما بتبيضش فيه، مش حمامة بتبيض كل يوم، تفوت يوم وتبيض التالت، يبقى هتبيض يوم 19. نقوم نحط البيضة البطين مع بعض يوم 19، فانا بحطها كده في علبة وغطيها بالقطن تمام كده، واقفل عليها لحد ما البيضة التانية تتباض تمام. وتعالى نشوف البيضة اللي هي الفاسدة جواها ايه، نشوف البيضة الفاسدة جواها ايه. طبعا انا عالجت الحمامة دي كتير، هيموكلار وعلاج اسهال، وكان فيها جدري اول ما جبتها، وقلت لكم ربنا هيكرمني منها ان شاء الله، لان انا صبرت عليها، صبرت عليها وقلنا نصبر عليها كمان اما نشوفها هتبيض البطين في وقت واحد ولا لا. طبعا البيضة فاسدة جدا، فانا هكسرها عشان حضراتكم تشوفوا ايه اللي جواها، لكن يفضل حضرتك ترميها على طول. طيب وانا افتحها كده بالمقص على المنديل ده، حاول كده
طبعا ريحتها وحشه جدا، شايفين هي فسدت من زمان زي ما انا قلت. يبقى البيضه اللي بصفرين مش بتنفع، شايفين ميت من بدري، نزل فينها فتافيت. طبعا هنبقى نغسل الحاجات دي ونطهرها تاني. اهو شايفين الفتافيت. يبقى إيه اللي استفدناه من موضوع النهارده؟ ايه؟ ان انت لما تلاقي بيضه كده كبيره بصفرين ما تسيبهاش، يبقى تشيلها تحضنها تحت حمام تاني اذا كان عندك امل انها تطلع، لكن هي مش هتفقس يعني ان شاء الله، وعلى الله يا ريت اللي تفقس عنده يقول لنا، لكن هي احنا بنعمل اللي علينا وبنحضنها تحت حمامه تكون بيضه بطين تاني، او تكون بيضه بيضه واحده، تكون بيضه في نفس الميعاد بتحطها معاها، وفي نفس الوقت بتعطي النتاء فرصه انها تبيض بيض تاني، لان كان فاتها لسه راقده على البيضه فاحنا سيبناها فبيضت تاني الحمد لله. يبقى احنا كده كسبنا وقت، ما سيبناهاش راقده على الفاضي. كده موضوع البيضه خلاص الحمد لله عرفنا هنعمل فيه ايه. وده المتابعه، المتابعه يا جماعه اللي بيقول لي اكتب المتابعه، مش عارف هو كان يقصد بايه المتابعه اليوميه، عايز المتابعه اليوميه. المتابعه هي دي اللي انا بعملها يا جماعه، ان انت هتكتب بيضه امتى، ولو البيض فقس تكتب برضو فقس امتى. اعمل الجدول في صفحه في كراسه، الجدول اللي انت تقدر تستفاد منه. انا طبعا لسه هعدل الجداول دي، هعدلها اكتبها مثلا وليكن في صفحتين قدام بعض ويكون البيانات، لكن طبعا هي اول شغلها. ممكن اكتب هنا اي ملحوظات في الصفحة، انا سايب الصفحة اللي قدامها فاضية عشان اكتب قبلها كده اي ملحوظات، فأس مات، بتطلع زغلول كبير وزغلول صغير، اعرف ايه ذكر بيطلع بيض فارغ، برضو اكتب ملاحظاتي كلها اكتبها. انت تشوف ايه اللي انت ممكن تستفاد منه تعمله. طبعا الكلام ده لو انت مربيهم في عيون، وهم دول طبعا انا حاططهم في عين بره مش مع الحمام الزاجل علشان ما تختلطش السلالات. وبكده هكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.